السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في حاجة ما اسمها System Dynamics. System Dynamics هو حاجة على عكس ال Kinematics. احنا كنا في ال Kinematics كنا دايما بندور على الحركة بس، يعني Absolute Motion المفروض Position Velocity أو ال Acceleration اللي بتكون موجودة، ما بنبصش على السبب بتاع الحركة، ايه هو اللي خلى الجسم ده يتحرك. هنا في الداينامكس لا، بنبدا نشوف لو في مثلا معايا لينير موشن فهكيد في فورس هي اللي سببت الحركه ديت، لو في معايا روتيشنال هيكون في تورك. دايما بيكون في معايا حاجه اسمها ايفورت وحاجه اسمها فلو، لو ما فيش ايفورت مش هيبقى في فلو. الايفورت عندي هو التورك او الفورس اللي طالعه من الاكسويتر او من الموتورز، الفلو هي اللي هتبقى الحركه اللي موجوده معايا وتأثير أو العلاقة اللي ما بينهم هما الاتنين، هل فيها هيبقى تأثير الإنيرشيا موجود ولا هيكون في external force أو برضه موجودة. هنبدأ ناخد تأثير الكلام ده كله على الحركة اللي موجودة. من أول قانون نيوتن، القانون بتاع نيوتن لما جه اتكلم على الأكسلريشن أو على الفورس اللي بتأثر على الجسم، قال إن summation الفورس اللي بتأثر على أي جسم موجودة معايا بتساوي صفر او بتساوي رقم. لو هي بتساوي صفر فالجسم عندي حاله من اتنين، يا اما هو هيكون ستاتيك او لو هيتحرك فهيتحرك بكونستنت فيلوسيتي. لكن لو في اكسلريشن او لو في بمعنى صح لو سميشن فورس اللي بتاثر على الجسم ليها قيمه، القيمه دي هي بتساوي ايكوال ماس مضروبه في الاكسلريشن لو الحركه لينير. لو الحركه روتيشنال فالسميشن التورك اللي بيأثر على الجسم هو عباره عن الاي الانيرشيا اللي موجوده معايا في الفا اللي هي الانجلر اكسلريشن. وده بيفرق معايا دايما في حاله الستارت، ان اي جسم مثلا حتى لو بنقول ان الموتور ده بيتحرك بسرعه ثابته او ان الروبوت هيتحرك بسرعه ثابته فهو بدا من زيرو. لو بيتحرك من سرعه زيرو عشان يوصل للسرعه الماكسيموم بتاعته او السرعه او الوركينج اوبريشن بتاعه الاوبريشن سبيد بتاعته، فهو لازم هيحتاج ان هو هيبقى فيه اكسلريشن، فده بيخلي فيه صعوبه شويه. القيمه دي لما تتضرب في الانيرشيا اللي موجوده بتزود اللود على او التورك اللي موجود على الموتور. فانا محتاج ان انا احسب الحاجات ديت او ان انا اعرفه في نفس الوقت. لو هو مثلا في النص بيبدا يغير الدايركشن بتاعه عشان يغير من نقطه لنقطه تانيه، السرعه بتاعته بتزيد بتقل عشان يقدر يعمل التراجكتوري بتاعه مظبوط، فالكلام ده هيكون فيه اكسلريشن. الداينامكس هو هيهتم بحساب الحاجات دي كلها عشان اقدر اختار الفورس او الموتور المظبوط اللي يقدر يقدم لي الحركه دي. زي ما كان اتكلمنا كان في فورورد كاينماتكس وكان في انفرس كاينماتكس، برضو هيبقى في فورورد وانفرس داينامكس. القصه كلها في بتاعتنا ان احنا بيكون عاطيني في اول حاجه بيكون هو عاطيني التورك اللي موجود على الموتور، ومن التورك اللي على الموتور ده انا بقدر اجيب السيتا اللي عندي. من التورك بنروح نعوض في معادله لاجرانش، بنجيب منها سيتا دبل دوت ونبدا نكامل نجيب سيتا دوت ومنها نجيب سيتا 3. او لو هو انفرس فهو بيعطيني جيفن سيتا ومنها اللي هي البوزيشن بجيب منه الفلوستي بجيب الاكسلريشن، ببدا ان انا اروح اعرف التورك اللي انا محتاجه عشان اتحرك الحركه ديت عامل ازاي. الميكانيزم بتاع لاجرانش بيقول ان لاجرانش ديت هي عباره عن كي نيجاتيف بي، هو كي ديت اللي هي المفروض الكيناتيك انرجي وبي ديت اللي هي البوتنشال انرجي. بعد مش هندخل كتير في التفاصيل بتاعت لاجرانش او الاثبات بتاعها لان هي عدت علينا قبل كده. فالمفروض ان انا محتاج لو في عندي حركه لينير فالفورس اللي موجوده اللي بتسبب الحركه دي هي عباره عن دي باي دي تي دي ال باي دي اكس دوت نيجاتيف دي ال باي دي اكس. اكس دوت هي اللينير فيلوسيتي اللي عندي واكس هي البوزيشن في الحركه اللينيه. لو الحركه كانت روتيشنال فهنا الاكسترنال او الايفورت اللي هيكون موجود هو اللي هيسبب الحركه هو عباره عن تورك، فدي باي دي تي هو عباره عن دي ال باي دي سيتا دوت، وسيتا دوت اللي هي هنا الانجلر فيلوسيتي اللي موجوده اللي احنا كنا بنسميها دايما او المشهوره دايما باوميجا، نيجاتيف دي ال باي دي سيتا، وسيتا ده اللي هو البوزيشن بتاعي او السيتا الموجوده للروبوت. مثال بسرعه كده نفتكر بس بسرعه ايه هو ده. انا لو عندي هنا ماس وسبرينج 1 ديجري فريدم موجود معايا، فلاجرانش بيقول ان انا المفروض ان انا عندي التورك بيساوي او كي الاول، فكي هي نص ام في سكوير، ادي الماس اللي موجوده معانا، والفي هتبقى اكس دوت، والبي هو البوتنشال، فالبوتنشال هو ما فيش هنا عندي بوتنشال غير السبرينج فهيبقى نص كي اكس سكوير. هنبدا لنا نفاضل، فلما نيجي نفاضل هيبقى او ال الاول معلش نجيب ال اللي هي بتساوي كي ناقص بي، فنص ام اكس دوت سكوير ناقص نص كي اكس سكوير. هنبدا نفاضل ال بالنسبه لاكس دوت مره،
بالنسبة لإكس مرة. لما فاضل ال بالنسبة لإكس دوت هيبقى ام في إكس دوت، ولما فاضل ها بعد كده بالنسبة لتي هتبقى ام إكس دبل دوت، وبعد كده دي ال باي دي إكس هتبقى نيجاتيف كي إكس. من هنا لما نيجي نروح نعوض في المعادلة بتاعة الفورس هنلاقي إن الفورس بتساوي ام إكس دبل دوت زائد كي إكس. طبعا برضو احنا فاكرين ان كان في قبل كده معادله تانية او طريقه تانية بنجيب بيها الايكويشن اوف موشن اللي هي كانت نيوتن. نيوتن كان بيقول ايه، او الطريقه دي كانت بتشتغل ازاي، اللي انا المفروض برسم الجسم مرتين، مره بيبقى في عندي حاجه اسمها الافكتيف فورس، او معلش ده الاكسترنال فورس، ومره حاجه تانية بيساوي الافكتيف فورس. الاكسترنال فورس هي كل القوى اللي بتاثر على الجسم، سواء الاكسترنال فورس اللي موجوده ومعاها القوه اللي هتبقى موجوده في السبرينج. الافكتيف فورس هي دايما بتبقى قوه واحده مقدارها الماس في الاكسلريشن، او ودايما بتكون في اتجاه الحركه. لما اسوي الاثنين دول ببعض فالمفروض هيبقى الفورس ناقص كي اكس ايكوال ام اي، ومن هنا هقدر اجيب نفس الكلام بتاعنا وبسرعه كده. ده ايه يعني، نفتكر مع بعض بسرعه. طبعا كل ما المعادله دي بتزيد، او كل ما الفاريبلز اللي بيكون موجود معايا بيزيد، بدل ما 1 ديجري تبقى اكتر من ديجري، كل ما المعادله دي بتبقى اصعب شويه وتبقى مكلكعه يعني. المثال تاني مثلا هنا عبارة عن عندي هنا جسمين، جسم واحد ام واحد والجسم التاني اللي هو ام اتنين، في حركة اللي هي اكس والحركة التانية اللي هي سيتا، في عندي لينير موشن وفي روتيشنال موشن. فهنبدأ نعمل نفس الكلام وهنشوف السبرينج وهنشوف الماس هنا بتاعتنا هتتحرك ازاي، هنجيب السرعة بتاعتها والكلام ده كله. هنلاقي في الاخر ان الروتيشن اوف موشن بتطلع معايا حاجه من المنظر ده، ان الفورس اللي موجوده اللي هي بسبب هتسبب الحركه او اللي محتاجها عشان احرك الحركه اللينير هي عباره عن ام 1 بلس ام 2 في اكس دبل دوت بلس ام 2 ال كوساين سيتا 2 في سيتا دبل دوت بلس ام 2 ال ساين سيتا اكس 2 اكس دوت سكوير بلس كي اكس. التورك اللي انا محتاجه عشان نحرك الحركه الروتيشنال فهي ام 2 ال كوساين سيتا اكس دبل دوت بلس ام 2 ال 2 ال سكوير سيتا دبل دوت بلس ام 2 جي ال ساين سيتا. طيب تعال ناخد الكلام بقى بتاعنا على الروبوت. طب في الروبوت اول حاجه محتاجها اللي انا محتاج ان انا اعرف فين السنتر اوف ماس، لان اي فورس عندي لازم تعرف الماس السنتر اوف جرافيتي بتاعنا فين. خلي في معايا دلوقتي روبوت. الروبوت ده عباره عن حاجتين او تو جوينتس. اول واحده الحركه روتيشنال اللي هي كيو 1، وفي كيو 2 اللي هي الحركه البريزماتيك اللينير اللي موجوده معايا. فانا هنا في معايا تو ماسز او تو ديفرنت لينكس، ادي ام 1 وهنا هيكون ام 2، ده المركز بتاعهم وده الاوريجن بتاعنا او الصفر اللي انا عايزه. عشان نبدا نعرف الكلام ده فانا هبدا محتاج ان انا اوصف السنتر اوف جرافيتي بتاعت كل ماس بالنسبه له. هيكون في معايا فيكتور اسمه ار بي، وار بي ده هو عباره عن البوزيشن بتاع السنتر اوف ماس بي بالنسبه له، نفس الكلام لار اي. وده ممكن اللي احنا نجيبه بكل سهوله اصلا، يعني ار بي ده عشان اجيبه فانا المفروض اللي انا معايا نقطه سي ومعايا نقطه او، فاكيد احنا شغالين في الترانسفورميشن كده بنجيب تي او سي، الترانسفورميشن اللي حصل من او على سي. وفي نفس الوقت انا ممكن اجيب الترانسفورميشن اللي حصل من سي لحد بي، او معايا الروتيشن ده تمام، وده غالبا بيكون في الدايركشن بتاع الاكس، يعني هنعرف بعد كده كمان شويه. ومن هنا ممكن اجيب ار بي وار اي، يعني كبوزيشن هو معايا البوزيشن بتاع السنتر اوف جرافيتي او السنتر اوف ماس او الماس سنتر، فهو موجود معايا كبوزيشن. ده ام 2 ام 2 وام 1 واللي احنا كنا بنتكلم عليهم. طيب ناخد مثلا هنا ده المثال بتاعنا، ففي معايا ام 2. لو انا عايز اجيب ام 2 فام 2 هي هتبقى عباره عن الفيكتور ده اللي هو بيمثل ال 1، والفيكتور ده اللي هو هيمثل ار 2. طيب عشان اجيب ده زائد ده هقدر اجيب منه الفيكتور ده اللي انا عايزه تمام. يبقى في معايا r هو عبارة عن l2 plus r2، يبقى كبوزيشن ال r بتساوي l r2 زائد l1، كفيلوسيتي هيبقى التفاضل بتاعها r2 دوت 2 دوت زائد l1 دوت، والاكسلريشن نفس الكلام. يبقى السمشن فورس اللي هو الماس في الاكسلريشن هتبقى بالمنظر ده. دي الفورس اللي انا محتاجها، محتاج بس اجيب ار2 دبل دوت وال1 دبل دوت الاكسلريشن. طيب تعالى ناخد بقى الكلام ده في الصوره بتاعت لاجرانش اللي نطبقها عندنا. انا لاجرانش هنا طبعا الحركه بالنسبه لي سواء لينير او حركه روتيشنال، فهيبقى تي اي. تي اي ده هي مصفوفه المفروض ان في واحد، وان ان ده هو المفروض عدد الجوينت اللي موجوده معايا،
سي مثلا معايا 3 جوينت، فهو هيبقى مصفوف ماتريسيز 3 في 1. اول جوينت لو هي بتتحرك حركه روتيشنال هيبقى فيه تي 1 او تي 1، تاني جوينت بتتحرك حركه بريزماتيك هيبقى فيه اف 2، تالت جوينت بتتحرك حركه روتيشنال هنرجع تاني لتي 3 and so on. طيب في دي باي دي تي دي ال باي دي كيو دوت نيجاتيف دي ال باي دي كيو، وكيو ده هو اللينك فاريبل اللي احنا هنشتغل عليه. كيو دوت طبعا هو هيبقى الفيلوسيتي لينك فاريبل اللي موجود معايا سواء بريزماتيك او ريفوليوت. الحاجة بقى التانية اللي هنبدأ نتكلم فيها ونقولها بسرعة كده، احنا كنا قلنا من شوية ان المفروض ده المسافة او دي ده السنتر او سي جي بتاع الماس بتاعنا، ودي المسافة من هنا اللي هي ار اي اي بالنسبة للفريم اي. المسافة دي ثابتة ولا بتتغير؟ المسافة دي دايما ثابتة، المسافة دي ثابتة ما بتتغيرش. معنى كده ان انا لو جبت المسافة دي وفضلتها عشان اجيب ار دوت اي اي لازم تطلع معايا بزيرو، تمام؟ لان المسافه ديت مش هتتغير، هو دايما الفريم من هنا لهنا المسافه دي ثابته مش هتتغير. اللي هيتغير هي هي المسافه من هنا من اول النقطه دي لحد الفريم، ولكن مثلا فريم 0 اللي هي بنسميها ار اي 0، او المفروض مش كده، المفروض ار 0 اي، تمام؟ فديت اللي هي بتساوي ترانسفورميشن من 0 لاي في ار اي اي. يعني هنبدا ان الترانسفورميشن زي ما قلنا من شويه، فده لما بفضله مش هيكون بزيرو، لكن ده التفاضل بتاع الترم ده لوحده بس هو اللي بزيرو. وده المفروض الكلام اللي احنا قلناه ان هو التفاضل بتاع ار بالنسبه للفريم اي، ار اي بالنسبه للفريم اي هيكون بزيرو. لو انا عايز اجيب ار 0 1 التفاضل بتاعها، فهو عباره عن تفاضل من 0 لاي دي تي بالنسبه ل ار اي اي، تمام؟ فانا هنا دول انا عندي المفروض اتنين، فهو التفاضل هيبقى الاول في تفاضل التاني زائد التاني في تفاضل الاول. لما اجي اضرب الاول في تفاضل التاني، تفاضل التاني هو كده كده بكام؟ بزيرو، مش موجود، يعني الترم ده مش هيكون موجود، فهيتبقى معايا التاني اللي هو ار اي في تفاضل الاول. تفاضل الاول يعني الترم ده لما اجي فاضل هنا، تمام؟ هلاقي ان الترم ده مش موجود، هيبقى قيمته بزيرو، وهيتبقى معايا التفاضل ده اللي هو تي من 0 ل 1 1 2 2 3 3 4 وهكذا. كل مره هفاضل ترم واضربه في الباقي واجمع، يعني ما هنا مثلا فضلت 0 1 وضربته في الباقي وجمعت بعد كده 1 تفاضل 1 2 لما فضلته وضربته في الباقي وهكذا. المهم الفورم دي بنديها بناخد الرمز ده. ايه هو بس الرمز ده او الشكل ده؟ هو عباره عن ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه. في حاجه بس جديده اسمها اي وحاجة اسمها جي. ايه الاي والجي؟ احنا عارفين الاي بس، طب بس ايه الجي ده وليه ظهر معايا وايه كيو جي والكلام ده كله؟ طيب كيو جي هو الفاريبل بتاع اللينك جي. انا دلوقتي لو مثلا معايا في هنا 3 3 ار روبوت وسميت ده اي، ماشي؟ لو اللينك ده اللي هو اللي فوق ده هو جي، ايه اللي هيحصل هنا؟ اي حركة لجي، اي حركه هتحصل موجوده لجي مش هتاثر على حركه اي. يعني جي ده اتحرك كده اتحرك كده مش هيتاثر مع اي، بالعكس ده ممكن يكون اي فيكسد وجي بيتحرك. فلو معايا جي اكبر من الاي فمفيش معايا سرعات، مفيش معايا اي حاجه، تاثيرها مش هيكون موجود، تمام؟ العكس خالص هو بقى، لو مثلا دي ده هو جي، تمام؟ فجي ده هيبقى عباره عن ايه؟ لا، هي حركه جي اللي موجوده هتبدا تاثر على اللينك اي، يعني لان المفروض لو ده ما بيتحركش، لو ما فيش هنا ريفوليوت جوينت عند النقطه دي اللي هي كيو اي وفي هنا كيو جي، فلو دي بصفر كيو جي لما تتحرك هتحرك لي اي معايا، تمام؟ وده المقصود من هنا ان في جي واي. اي ده الفريم اللي انا بتشتغل عنده او اللينك اللي انا بشتغل عنده، وده اللي انا بنسب ليه. يبقى انا دلوقتي لو بنجيب حركه اللينك جي بالنسبه لاي واي دي اكبر من جي زي ما حصل هنا، فلا جي هياثر على اي. هنا جي اكبر من اي فاكيد تاثير جي على اللينك اي او على حركه اي مش موجوده. طب الخلاصه ان في اللي انا عايزها هي بس ديت ايه هنصلحها، هي المفروض دي في 0 اي، واحنا ساعات بنكتبها في اي على طول، ماشي؟ ففي 0 اي هي عباره عن سمشن لواي اي جي في كيو دوت جي في ار اي اي، تمام كده؟ ولما جي بتتغير من اول جي بتساوي واحد لحد اي، لان احنا اتفقنا ان ما ينفعش جي تعدي عن اي. هنتكلم بس مع بعض بسرعه كده عشان التفاضل. احنا عندنا في تو ماتريسيز، الماتريسيز اللي احنا عارفينها اللي هي اي اي اللي هي بتمثل
ترانسفورميشن من اي ناقص واحد لحد اي ايا كان، من تي 0 1 تي 1 2 ايا كان، فهو فرق واحد بس بينهم. فهو ده دي الصوره اللي احنا عارفينها. لما اجي فاضل، فتفاضل الكوزاين هيبقى نيجاتيف ساين، تفاضل الساين هيكون كوزاين، وهنكمل المصفوفه بتاع عليه. طب في حاجه بتسهل علينا في في حاجه ممكن تسهل علينا التفاضل شويه. ايه هي الحاجه دي؟ طب دي كده المصفوفه اللي احنا بنتكلم عليها. والمصفوفه دي بتاعت البريزم الروتيشن، لو الحركه روتيشن عشان ظاهر معايا سيتا. لو ضربت المصفوفه ديت في المصفوفه اللي احنا شايفينها دي اللي هي كيو، كيو هي صفر سالب واحد واحد صفر، والباقي كله بصفار. لو ضربت كيو دي بنسميها كيو للروتيشن، لو ضربت الاثنين دول في بعض فهنا صفر سالب ساين سيتا صفر، هيطلع معايا سالب ساين سيتا. بعد كده هيطلع معايا المنظر ده. فمن الاخر كده ان انا بدل ما فاضل كل مره، فانا بقول دلوقتي ان اي اي دوت هي عباره عن كيو في اي اي. معلش نكتبها تاني، اي اي دوت هي عباره عن كيو في اي اي من الاخر. وكيو ديت حالتين، مره في حاله الريفيو بتبقى بالمنظر ده صفر سالب واحد واحد وصفر والباقي بصفار، وفي حاله البريزماتيك هتبقى كله بصفار ما عدا ده هيكون بواحد، ما عدا ده بيكون بواحد معلش. تمام هنشوفها كمان شويه. تمام ده كده في حاله البريزماتيك ان هو المصفوفه بتاعتي 0 0 1 0. تمام يبقى انا دلوقتي اللي انا ممكن اقول ان التفاضل A بالنسبه لي كيو اللي عندي كيو اي هي عباره عن كيو اي في اي اي، وكيو ديت يا اما ريفوليوت فبتكون بالشكل ده 0 سالب 1 1 0، يا اما بريزماتيك فبتكون بالشكل ده. تمام وببدا ان انا اضرب بدل ما افاضل واعمل كل شيء. دي بتسهل علينا شويه في موضوع التفاضل والحساب والماس اللي هيجي بعد كده. طيب تعالوا بقى نجيب نفس الترانسفورميشن اللي هو يو اي جي بس بالطريقه بتاعت كيو. فانا هنا يو اي جي تفاضل من صفر لاي بالنسبه لكيو جي، فانا هيكون همشي معايا هكتب الترانسفورميشن هو من 0 لاي ده انا هخليه تي 0 اي هو عباره عن تي 0 لحد جي نيجاتيف 1، وبعد كده تي من جي نيجاتيف 1 لحد اي. طبعا احنا اتفقنا ان جي لازم تبقى اصغر من الاي. لما اجي افاضل ان التفاضل ده محتاج اضرب في كيو، بس المكان بتاع كيو الصح بتاعها بيكون فين؟ هنا ما بين ده كده كيو جي. تمام وعلى حسب الجوينت عند جي، لو هي ريفوليوت، لو هي كيو ريفوليوت فهي بتبقى الصيغه بتاعتها، لو هي بريزماتيك بتبقى الصيغه بتاعتها وعلى طول بتخلص منها. لو طبعا جي اكبر من الاي الكلام ده كله بزيرو مش محتاج انا نبص. طيب لو انا عايز اجيب مثلا افاضل يو ديت عشان هحتاجها كمان شويه، لو عايز افاضلها تمام اي جي بس بالنسبه لكيو كي. تمام وكده لينك ايا كان الرقم بتاعه. فانا عندي كم احتمال، عندي ممكن ان الاي تبقى هي الاكبر وبعد كده كي وجي اصغر حد، او ان الاي هي الاكبر الكبيره وجي اكبر منها وكي هي الصغيره. تمام ايا كان الفرق ما موجود هو فين، فهنا هنا هيبقى تي من صفر، يعني مثلا هنا اي كي جي فانا هقابل في الاول جي. تمام فهيبقى تي من صفر لحد جي ناقص واحد في كيو جي، في جي ناقص واحد كي لحد كي، طبعا ده كله كذا مصفوفه ورا بعض، وبعد كده كيو ثانيه عشان الكي وهكذا. تمام نفس الكلام لو كي هي الكبيره فانا كده كده هي الصغيره فانا هقابل كي الاول. طبعا لو اي اكبر اصغر من جي او اي اصغر من كي الكلام ده كله هيطلع معايا بصفر، لان ما ينفعش الاي تبقى او جي وكي يكونوا معديين الاي. تعال ناخد مثال بشكل حاجه زي كده. في معايا هنا ترانسفورميشن من 0 ل 5، عايز اجيب يو 5 2. يو 5 2 هنا هيبقى عباره عن ايه؟ فانا عندي هنا الاي ب 5 والجي ب 2، فدي هتبقى عباره عن اي 1 في كيو 2 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 زي ما احنا شايفين. هو ترانسفورميشن من 0 ل 5 1 2 3 4 5. فانا عايز افاضل له بالنسبه ل 2 للفريم 2، فهروح جاي قبل 2 هنا تمام وهروح كاتب كيو بتاعتنا كيو 2. نفس الكلام عايز اجيب مثلا يو 5 3 فهيبقى اي 1 اي 2 وكيو 3 واكمل معايا.
تمام، وكيو 2 وكيو 3 احنا عارفينهم قبل كده. طيب لو انا عايز اجيب يو 6 3 5 6 3 5 فانا هنا في الاول هيبقى معايا 3 وبعد كده 5 والاي كده كده هي 6. فترانسفورميشن من 0 ل 6 مع موجود معايا، تمام. لو عايز اجيب 6 3 5 فانا المفروض عند كيو 3 عند ايه، تمام، وعند 5، تمام. يعني هنا اللي عشان نجيب 6 3 5 فهيبقى ايه 1 2 كيو 3 وهيبقى فيه كيو 5. عايز اجيب 6 3 بس فهيبقى قبلها قبل 3 على طول هيبقى فيه كيو. يعني الخلاصه كده ان انا التفاضل ده بحط كيو قبل الحاجه اللي انا بفاضل او قبل البارامتر اللي انا بفاضل بالنسبه له او اللي انا بفاضل للفريم اللي عنده. الخلاصه بتاعت اليو او ان انا بجيب اليو ازاي، لو هنا وانا مثلا في معايا حاجه اسمها يو 2، فيو 2 دي المقصود بيها هو تفاضل ترانسفورميشن من 0 ل 2 اللي هو عباره عن حاصل ضرب A1 في A2. طيب انا هفاضل بالنسبه لمين؟ ل A1 هفاضل بالنسبه لمين؟ فده المفروض هفاضل بالنسبه مثلا لو جينا قلنا 2 1 فانا هفاضل بالنسبه ل Q1 اللي هي اللينك فاريبل 1 وليكن سيتا 1، يبقى انا هروح جاي هنا ضارب في Q1. وطبعا Q1 دي سواء بريزماتيك او ريفوليوت هتتكتب بالطريقه بتاعتنا. طيب لو مثلا عايز اجيب يو 2 2 فالمقصود بيها هنا هو عباره عن تفاضل الترانسفورميشن A1 A2 بس بالنسبه للينك فاريبل 2. طالما بالنسبه للينك فاريبل 2 اللي فيه سي 2 فانا هروح ضارب كيو هنا، دي كده كيو 2. طيب لو عايز اجيب مثلا يو 2 2 1 تمام 2 1، طب نمسحها تاني معلش، يو 2 2 1، طب دي هتساوي ايه؟ هتساوي المفروض ترانسفورميشن A1 A2 هفاضل أول مرة بالنسبة لاتنين يبقى هروح ضارب هنا في كيو 2، هفاضل تاني مرة بالنسبة لواحد يبقى التفاضل ده كله هيتضرب بالنسبة لواحد، ماشي. طب عايز اجيب مثلا يو 2 1 1 دي هتساوي ايه؟ هتبقى برضو المفروض انا عندي ترانسفورميشن A1 A2 هفاضل اول مرة بالنسبة لواحد يبقى هضرب هنا في كيو 1، هفاضل تاني مرة برضو بالنسبة لواحد يبقى برضو هضرب هنا في كيو 1، ماشي. ده كده لو مثلا عايز اجيب يو 3 1 3 1 2 فالمفروض ده هو عبارة عن اليو 3، يعني انا بقصد بيه A1 تايمز A2 في A3. أول مرة هفضل بالنسبة لواحد يبقى هروح ضرب هنا في كيو كيو 1، تاني مرة هفضل بالنسبة لاتنين يبقى هروح ضرب هنا لكيو 2، تمام، وهكذا، ماشي. لو حبيت أجيب مثلا يو 2 1 2 هو الصح بتاعها اللي أنا المفروض هجيب الترانسفورميشن يو 1 فهي A1، هفاضل باتنين اصلا مش موجود هنا سيتا 2 فدي كده كده دايما هتبقى بكام؟ بزيرو. فدايما اتفقنا لما يكون الجي بتاعتي اكبر من الاي، لو اتنين هنا اكبر من الاي فالتفاضل من غير ما ابص عليه هو هيبقى دايما بكام؟ بزيرو. يعني مثلا عايز اجيب يو 1 1 2 ده برضه هيكون بزيرو، لا مش ما ينفعش اصلا مش هتظهر معايا سيتا 2 عشان انا فاضل بالنسبه لها، يعني هنا يو 1 ما فيهاش سيتا 2 فانا كده هفاضل بالنسبه لسيتا 2 اللي هو يو 2 دي اللينك فاريبل 2 فده مش هتبقى موجوده معايا. نرجع بقى للشغل بتاعنا اللي هو الكايناتيك انرجي والبوتنشال انرجي، وهنمشي كده بسرعه على الاثبات. احنا بس عرفنا شويه ترمات موجوده، طبعا كلنا عارفين ان الكي هي نص ام في سكوير زائد نص اي في اوميجا سكوير، واي ديت اللي هي الانرجي بتاعه اللينك، ودي مش هندخل في حساباتها، يعني هتبقى موجوده دلوقتي في السلايدز وهنعتبر ان هي جيفن هنتعامل معاها.
ده الاثبات بتاعي اللي احنا هنبدا نمشي معاك ايه عشان نوصله لصوره بسيطه باللي احنا كنا بنتكلم عليه مع الفلوستي شويه بشويه كده. يمكن في بس هنا حته صغيره اللي هو الحته بتاعت التريس دي، تمام. التريس بتاع اي مصفوفه، تمام، هو عباره عن حاصل جمع الدياجونال بتاعي. يعني هنا التريس بتاعنا هيبقى اكس اكس اي سكوير دوت بلس واي اي سكوير دوت بلس زد اي سكوير دوت، ده اللي هو التريس، التريس بتاع اي مصفوف. هنمشي مع الاثبات والكلام ده عشان نوصل بس في الاخر للصيغه اللي احنا هنشتغل عليها على طول. ده في النص طبعا الحته بتاعت الاي، والاي دي الصوره المفروض اللي هي بنسموها التنسور بتاعت الاي او الانرشي تنسور الماتريسيز بتاعتنا، وديت انا مش يعني مش هنتغوط فيها شويه لان هي بتبقى اي برنامج سوفت وير بيعمل دروينج ممكن احسب منها الحاجات دي كلها. بس احنا دايما بنبقى اي مثلا اكس واي او حاصل ضرب اي اتنين برودكت انرشيا موجوده معايا دايما ده بيكون صفر. يعني مثلا ده الترمات دي كلها اي زد واي اي اكس واي الكلام ده كله بيكون بزيرو، ويتبقى معايا الدياجونال والقيم دي. بسرعه كمان مثلا ايه هي الاكس والواي والزد؟ لا احنا دايما الاكس بس هي اللي بتبقى موجوده معايا، الواي والزد مش هيكونوا موجودين معانا. طب ليه؟ هو الاكس والواي والزد ده هو المكان بتاع السنتر اوف ماس بالنسبه للفريم. فاحنا لو في مثلا معايا فريم هنا المحاور بتاعتنا ده كده السنتر بتاعتنا، لو قلنا اللينك ده اي فهيبقى هنا ام اي، معلش ام اي هنا الفريمز دايما بتبقى موجوده عند النقطه دي، هي دي اي وديت اي ناقص واحد، صح كده؟ اي ناقص واحد ودي كده اي. طيب المسافه من هنا لهنا لما كنا بنيجي نحط المحاور هيبقى في محور زد، بس كان دايما محور اكس هو اللي موجود معايا، ده كده اكس اي، تمام. ودايما اكس اي ده بيكون في نفس اتجاه اللينك، يبقى المسافه من هنا لحد النقطه دي هي مثلا لو قلنا دي في النص فهي بس نيجاتيف ال 2 او ال اي على تي، تمام. يبقى دلوقتي لما نيجي نجيب مثلا اكس وواي وزد بتاع السنتر اوف ماس بالنسبه للفريم اي، هيبقى الاكس بنيجاتيف ال اي على 2، الواي مش موجوده، الزيرو برضو الزد قصدي برضو مش موجوده. فهو ده الحته بس بتاعت الاكس والواي والزد اللي موجودين معايا، فدايما القيمتين دول هيكونوا برضو مش موجودين بالنسبه للروبوت. ومش هنتعمق قوي في الحاجه ديت لو موجوده هنبقى عارفين ان هي بتبقى جيفن واي سوفت وير بيطلعها لي على طول، مش هندخل فيها حته فيزيكال كده كتيره قوي، فدي مش هتفرق معانا شويه. ده الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله من شويه عن الاي والجي والكي والكلام ده. طيب طبعا في الاخر خالص بتوصل معايا ان الكي اللي هي كيناماتيك انرجي بتساوي المنظر اللي احنا شايفينه ده، تمام. فاضل بوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي ام جي اتش، واتش بالنسبه لي هيبقى هو الترانسفورميشن او ار اي اللي هو هيبقى ترانسفورميشن من زيرو لاي في ار اي اللي احنا كنا حاسبينها من شويه طبعا بالنيجاتيف عشان الجسم لو بيطلع فهو الجرافيتي بتكون لتحت. في الاخر خالص المعادله بتاعت لاجرانش بتكون حاجه بالشكل ده، تمام. الجزء اللي في الاول خالص ده وده بيخص بالكي، وهنا ده اللي خاص بالبي او البوتنشال انرجي. عشان نعوض في معادلة لاجرانش المفروض بعد ما بنعوض بنجيب التورك، التورك بتاعي بيكون حاجة بالمنظر ده، بنسمي ان في معايا بيظهر معايا ترم جديد اسمه دي اي جي، طبعا الاي اللي احنا عارفينها في دي اي جي كي وكيو دوت جي وكيو دوت كي ودي اي. طب ايه الترمات دي كلها؟ ده اللي هو التورك اللي انا محتاجه عند الموتور رقم اي. يعني لو لينك اربع لينكات يبقى في تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4 سواء تورك او فورس سواء الحركه روتيشنال او الحركه بريزماتيك. طيب دي اي جي هو عباره عن سميشن معايا لتريس بي اي جي جي بي واي يو بي اي بي اي ترانسبوز. ايه الكلام ده كله؟ ايه البي وايه الاي؟ جي طبعا هي الانرشيا اللي معانا اللي احنا بنجيبها، اليو اللي احنا كنا عارفين من شويه اللي احنا بنشتغل عندها، سواء انت هتشتغل عند لينك مثلا
خمسة، فبتتكلم على اي وجي بيكونوا معاك واحد خمسة، خمسة واحد، خمسة واحد، خمسة اتنين، خمسة تلاتة، خمسة اربعة، خمسة خمسة، and so on. ناخد مثال ونبدأ من المثال ده نعرف ايه هي البس ان انا اجيب الثلاث حاجات دول اللي انا عايز اجيب دي اي جي، دي اي جي كي، ودي اي لكل لينك. احنا هنا المثال ده معايا لينكين اتنين بس، فانا مجرد اللي انا عايز اللي انا اجيب الكلام ده الاتنين معايا، فانا هجيب مرة دي واحد واحد، دي واحد اتنين، دي واحد واحد واحد، دي واحد واحد اتنين واحد، نفس الكلام باتنين وهكذا، ونجيب دي واحد ودي اتنين معايا. بصوا احنا لو حلينا المسألة هيطلع معايا في الآخر اللي فيه التورك أو المعادلة بتاعتنا هتطلع بالمنظر ده، دي تي واحد ودي اتنين. بس عشان أوصل للصورة دي احنا هنعدي على شوية حاجات من الأول. إيه هي بقى الحاجات دي عشان أقدر أوصل للصورة دي؟ طيب في الأول خالص احنا كتبنا المصفوفة بتاعتنا، كان هو ده تو لينكس، اللينكات بتاعتنا كان معايا دي اتش تيبل. بعد ما جبنا دي اتش تيبل جبنا ال A1 و A2، ترانسفورميشن من 0 ل 1 وترانسفورميشن من 1 ل 2. ماشي، هنضربهم في بعض، وطبعا الحركه عندنا ريفوليوت، فدي قيمه كيو اللي موجوده معايا. نبدا اول حاجه عشان نجيب الدي هنجيب اليو، فانا هيبقى في معايا احنا المفروض هما لينكين، فانا المفروض معايا هنا يو واحد واحد، يو واحد اتنين، يو اتنين واحد، يو اتنين اتنين، وفي نفس الوقت يو واحد واحد واحد، يو واحد اتنين اتنين، and so on. طيب مبدئيا كده يو واحد اتنين مفيش حاجه اسمها يو واحد اتنين، لان يو واحد اتنين المفروض هتطلع معايا بكام؟ بزيرو. تمام، نفس القصه لو حبيت اجيب يو واحد واحد اتنين برضو هتبقى بزيرو. ماشي، طيب هنبدا نجيب يو واحد واحد مثلا زي ما هنا حصل كده. يو واحد واحد هو هيبقى A1 في الكيو بتاعتها، التفاضل بتاعتها دي سهلة أوي. طب U واحد واحد واحد، فأنا هفاضل الترانسفورميشن واحد مرة بالنسبة للينك فاريبل بتاع واحد، ومرة تانية بالنسبة للينك فاريبل بتاع واحد، فهي هتبقى كيو كيو A1. طب U واحد واحد اتنين نفس الكلام اللي سائلينها من شوية، دي مش هتكون موجودة. طيب U اتنين واحد هيبقى المفروض أنا هنا عندي الترانسفورميشن اتنين من زيرو لاتنين اللي هو A1 اتنين، بس هفاضل بالنسبة لواحد فضربت كيو قبل A1. ماشي، طيب يو 2 1 1 هتبقى نفس الكلام اللي انا هفاضل الترانسفورميشن 1 2 تمام، مره بالنسبه لواحد ومره ثانيه بالنسبه لواحد، هيبقى كيو كيو. طيب لو حابب اجيب يو 2 1 1 2 1 2 معلش، فانا هجيب الترانسفورميشن 2 هفاضل مره بالنسبه لواحد وفاضل مره بالنسبه لاثنين، يبقى في كيو قبل واحد وفي كيو قبل اثنين، هيطلع معايا بالشكل ده. عايز اجيب يو 2 2 فهيبقى ايه 1 كيو 2 يو 2 1 نفس الكلام. وطبعا لو حبيت اجيب يو 1 2 اكيد ديت مش هتكون موجوده، هتكون بصفر. فهنجيب اليوهات كلها يو 2 2 كده كده معايا كل اليو اللي موجوده معايا في كل الاحتمالات. المفروض يبقى في عندي هنا كام احتمال، هم عدد اللينكات 2، فالمفروض 2 باور 3 هيكون في معايا 3 8 يوهات. في حاجات بتتجاب وفي حاجات بتكون بصفر لو انا الباور بتاع اخر نقطه اعلى من اول نقطه، يعني يو 1 2 0، يو 1 1 2 0، يو 1 2 2 كل ده بصفر. الجي ودي المصفوفه بتاعت الجي، ودايما زي ما احنا قلنا من شويه اللي بيظهر معايا الاكس بس تمام، والاي بتاعتنا الاي اللي هي احنا عارفينها اللي هي الاي لو معايا رد، الرد ده عادي خالص فهي تلت ام ال سكوير، ودي مش هندخل فيها، مش هندخل في التفاصيل بتاعتها، والباقي كله بزيرو، بس الايه اخر واحد في الدايجونال ده بيكون ام. اتنين بيكون نفس القصه تمام، ومش والباقي كله بصفار، فهي مجرد بس العلم بالشيء، وديت هتكون سهل اسهل قوي بعد كده. طيب عشان نجيب التورك دلوقتي احنا عايزين التورك بتاعنا، فالمفروض التورك اللي عندي تي واحد مثلا او تي اي هو هيبقى عباره عن مجموع شوية حاجات مع بعض. ايه هي الحاجات دي؟ دي اي واحد، دي اي اتنين، دي اي
3 لحد ما اوصل لدي اي ان، بس دي هتبقى مضروبة في سيتا 1، طالما هنا 1 يبقى سيتا 1 دوت، تمام، ايه دبل دوت معلش، سيتا 2 دبل دوت، سيتا 3 دبل دوت، لحد ما اوصل للاخر، زائد هيبقى في معايا دي، لو قلنا مثلا اي 1 1 اي 1 2 طبعا دي زائد دي اي 2 1 دي اي 2 2 دي اي لو قلنا مثلا ان هما 3 لينكات، هنبدأ نعد بقى مع 1 3 2 3 وهكذا طول ما انا ماشي. طيب بس الدي دي ديت هتتضرب في سيتا 1 دوت في سيتا 1 دوت، تفاضل 1 2 1 1 يعني الواحد هنا وواحد هنا، تمام، يعني هنا مثلا 1 2 هتبقى سيتا 1 دوت مضروبة في سيتا 2 دوت، هنا هتبقى مثلا دي المفروض 2 1 هيبقى سيتا 2 دوت في سيتا 1 دوت، هنا 2 2 هيبقى سيتا 2 دوت، تفاضل سيتا 2 دوت زائد سيتا 2 او دوت، طبعا مش زائد ديت تايمز ده ضرب، ماشي، كل ده هيكون معاه زائد حاجة ثابتة بقى دي اي زائد اي اللي هي الانيرشيا اي في سيتا دبل دوت دبل دوت اي، ماشي. طب لو سواء بقى اي بواحد اتنين تلاتة زي ما احنا عايزين، ده كده الاختصار، ده من الاخر خالص القانون بتاعنا، ودي بتبقى تورك او فورس حسب اللينك اي، لو هو ريفليت بتبقى تورك، لينك دبل اي لينك اي بريزماتيك بتبقى فورس. ده اللي احنا كنا بنقوله من شويه، ان انا المفروض معايا هنا دي واحد واحد، ان تي واحد مثلا احنا عندنا لينكين بس، فتي واحد هتبقى دي واحد واحد سيتا واحد دبل دوت، دي واحد اتنين في سيتا اتنين دبل دوت، ده اللي هم اول ترمين، بعد كده هيبقى في معايا واحد 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 اتنين واحد اتنين اتنين واحد اتنين، والمفروض في واحد اتنين واتنين واحد، بس واحنا بنجيب هنلاقي ان دي واحد خلينا نكتبها هنا على جنب، حتى ان دي واحد واحد اتنين هي هي دي واحد اتنين واحد، فعشان كده بنضرب الرقم في اتنين، لان يعني هنا انا بفاضل بالنسبة لسيتا واحد دوت، او بضرب في سيتا واحد دوت سيتا اتنين دوت، وهنا بضرب في سيتا اتنين دوت في سيتا واحد دوت، فهم الاتنين واحد فبنكتبهم اتنين، زائد دي واحد زائد اي سيتا واحد دبل دوت او اي واحد سيتا واحد دبل دوت، نفس الكلام الاتنين هيبقى دي اتنين واحد دي اتنين اتنين دي اتنين واحد واحد اتنين 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 واحد اتنين هي هي اتنين 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 واحد، فعشان كده خدتهم مرتين جمعتهم مع بعض ودي اتنين وهكذا. طيب الديهات الطريقة بتاعتها بتكون بالمنظر ده، دي الطريقة اللي بنجيب بيها الدي، سواء دي واحد واحد هيبقى يو واحد واحد في جي واحد في يو واحد اتنين بلس يو 2 1 في جي 2 في يو 2 1، دي 1 2 دي 2 1 دي 2 2 دي 1 1 1 تكمل برضو المعادلات بتاعت الدي، فهي ديت الدي 1 2 الدي 2 دي 1 1 2 الدي 1 2 1 وكل الكلام ده كله، وفي الاخر بس هو اللي يهمني او الزياده بقى اللي هو دي 1 ودي 2 اللي هو ماينس ام 1 جي 1 يو ار 1 اللي هو البوتنشال او ام جي اتش بمعنى صح، والار بتتضرب في يو 1 1 وار 2 يو 2 1، ده لو بالنسبه للينك 1، اللينك 2 هتبقى دي 1 2 ودي 2 2.
هنعوض بالكلام ده، بيطلع معايا في الاخر خالص ده الشكل بتاع الدي هات، دي واحد واحد، دي واحد اتنين، دي اتنين اتنين، لكل ديز دي هات اللي موجودة معايا. وبعد ما بنخلص بنروح نعوض في المعادلة، بيطلع معايا ده التورك على طول، مفيش فيه مشكلة. تمام، مش مطلوب مننا ان احنا نضرب ونقعد نعوض في المعادلات والكلام ده كله، على قد ما هو مضروب ازاي نبقى فاهم ان التي واحد ده هو عبارة عن ايه. هو ده التورك، الحركة بريزماتيك او حركة، معلش الحركة ريفوليوت فهو تورك، لو الحركة بريزماتيك بيكون فورس. المعادلات اللي احنا كنا بنجيبها بتاعت الدي والكلام ده كله ازاي نكتبها، ويعني نكتب الصورة بعد كده امر الدي او دي واحد واحد ودي واحد اتنين، دي حاجات بتبقى محفوظة. طيب طريقة تانية بنحل بيها برضو اللاجرانش، نفس الكلام، دي المعادلة بتاعت اللاجرانش اللي احنا كنا بنجيبها، بس هنكتبها بطريقة تانية اللي هي دي و اتش و سي. ودي ده اللي هو المفروض الداينامكس بتاع سيتا دبل دوت او الانيرشيا، والاتش ده اللي هو المفروض مع سيتا دوت، وسي او اللي هي الجرافيتي مع سيتا. طيب دي الصورة اللي احنا، هي نفس المعادلة بس هنكتبها بالصورة دي. كل ترم من دول، فهنا التي فهو عبارة عن مصفوفة ان في واحد، لو انا عندي مثلا خمسة ريفوليوت جوينت فهيبقى سيتا واحد سيتا اتنين سيتا تلاتة سيتا اربعة كلهم في كولوم واحد ان في واحد. الدي طبعا كيو وكيو دوت وكيو دبل دوت كلهم ان في واحد حسب عدد اللينكات اللي معايا. الدي هي عبارة عن مصفوفة المفروض ترانسفورم تريس بتاع واي اي جي كي في جي جي في في واي في يو، معلش يو جي اي ترانسبوز بتاعها. تمام، نفس الكلام لل اتش، نفس الكلام لل سي. هناخد نفس المعادله ونحلها بنفس الطريقه، نفس الكلام اللي فات، ده الترانسفورميشن اللي عندنا بس بالطريقه مختلفه. نفس هنجيب برضو لاجرانش بس بطريقه تانية. في الاول بنجيب واي واي واحد يو واحد واحد يو اتنين واحد بالطريقه اللي احنا عارفينها، بنضرب. هنجيب الجي زي ما احنا قلنا قبل كده، ويهمني قوي في الجي ان انا بعرف بس ان الترم ده بيظهر والترم ده بيظهر، اللي هي الاكس الواي والزد بيكون بصفار دايما في حاله الروبوت، لان احنا حاطين الفريم اصلا كان الاكس في اتجاه اللينك مفيش في اتجاه الواي والزد، وطبعا السنتر اوف ماس بيكون في على اللينك. تلت ام واحد ال سكوير ده اللي هو الرد العادي اللي احنا عارفينه، والباقي كله بيكون بصفار. فدي واحد واحد هو تريس يو واحد واحد جي واحد يو واحد واحد ترانسبوز. فانا هنا ده يو واحد واحد اللي انا ضربت جبتها وضربت في الجي، وبعد كده المفروض هضرب في ترانسبوز، ونفس الكلام زائد تريس هضرب ده في ده، والناتج هضربه في ترانسبوز بتاع واحد واحد، وهاخد مجموع الدياجونال هيطلع معايا ده كده دي واحد واحد دي واحد اتنين اللي هي هتطلع دي اتنين واحد، لازم هما الاتنين هيساووا بعض، فهي جي 2 تريس ل يو 2 2 في جي 2 في يو 2 1 ترانسبوز. تمام، هنبدا نضرب الكلام ده كله. طبعا احنا بنكتبها 2 1، ما ينفعش اكتبها 1 2 لان 1 2 هنا دي مش هتبقى موجوده اصلا، فهنا دي 2 1 هي دي 1 2، وده المعادله بتاعتنا. نضرب ونجيب الرقم ده، نفس الكلام لدي 2 2. بعد كده بنجيب مثلا اتش، هنجيب اتش بقى هنا هيبقى اتش 1 اتش 2 اتش 3 حسب الجي او حسب عدد اللينكات اللي عندي. فانا لو عندي اي بتساوي 1 فاتش 1 هي سبميشن اللي من كي ل1 ل2 ام 1 2 اتش 1 كي ام في سيتا دوت كي سيتا دوت ام. يعني من الاخر كده لو مثلا بنتكلم على 1 وكي ب1 وام ب1 فهيبقى اتش 1 1 1، بعد كده هزود الكي هتبقى هخليها واحد، وازود الام هتبقى اتنين هتبقى اتش واحد اتنين، بعد كده هخلي الكي باتنين وام بواحد تمام اتش واحد اتنين، بعد كده كي الام هتبقى باتنين هيبقى اتش واحد اتنين اتنين. مفيش اكتر من كده لان ما عنديش غير هما لينكين بس اللي هي اتنين اللي فوق، لو في تلاتة مثلا هيبقى كي برضه الام هتتغير من واحد لتلاتة وفي عند كي بواحد، وبعد كده ام هتتغير من واحد لتلاتة عند كي باتنين، بعد كده إما هتتغير من واحد لتلاتة عند كي بتلاتة، ولو أربعة هكذا، وكل مرة بضرب في التفاضل. يعني مثلا هنا لو قلنا في الأول خالص اتش واحد فواحد دي هي ثابت معايا، واحد كي بواحد وإما هتبدأ بواحد ومرة تانية باتنين، وبعد كده هخلي كي باتنين وإم بواحد وبعد كده تبقى باتنين،
كل مرة هنضرب في التفاضل كي وام، أول مرة واحد واحد فهيبقى سيتا واحد دوت سيتا واحد دوت، يعني سيتا واحد دوت سكوير. تاني مرة هيبقى كي بواحد وام باتنين هيبقى سيتا واحد دوت سيتا اتنين دوت، اتش واحد اتنين واحد، فهنا كي باتنين وسيتا بواحد اللي هي هي واحد سيتا واحد دوت سيتا اتنين دوت، اتنين اتنين فهيبقى سيتا اتنين دوت سيتا اتنين دوت اللي هي سيتا اتنين دوت سكوير. ده بس الطريقة اللي احنا بنجيب بيها، وده بفكركم بس القانون ماشي ازاي. اتش 2 اتش 2 اهي هيبقى كي اتش 2، وهحط الكي مره بواحد والام بواحد واللي بعديها ام ب2، بعد كده اتش 2 الكي هتبقى بدل ما هي واحد هتبقى 2 والام واحد وتبقى 2 في 3، هيبقى اتش 2 3 1 بلس اتش 2 3 2 بلس اتش 2 3 3 وهكذا. بنضرب برضو الكلام ده وبنطلع قيم الاتش. اخر الترم اللي هو سي او الجرافيتي، فاللي هو ام مش هيختلف عن اللي فات، فهو سالب ام جي يو واحد واحد ار واحد واحد زائد ام اتنين جي يو ار اتنين اتنين وهكذا. ونبدأ نضرب عشان نوصل في الاخر للطريقة او دي الصورة بتاعت السي. هروح اعوض في المعادلة اللي احنا كنا جايبينها من شوية، هلاقي ان تي واحد تي اتنين تطلع معايا بالمنظر ده، لو فكيتها هتلاقي هي هي نفس الترمات اللي موجودة معانا. ودي طريقة تانية ممكن احسب بيها التورك او الفورس او الداينامكس بتاعتها. طيب ايه اللي مطلوب مننا في القصة دي؟ احنا مش هنقعد بقى نضيع الوقت كله في الضرب الماتريسيز والكلام ده كله، لا، بس هو انا مطلوب ان انت هتشتغل بطريقة، هتختار الطريقة بتاعتها ليها، تبدأ تحط لي بس الصورة بتاعت القانون، يعني اللي هو ان تي بيساوي مثلا دي لو هي اول طريقة، فتي هيساوي دي دي واحد واحد في سيتا واحد دبل دوت، دي واحد اتنين في سيتا اتنين دبل دوت، دي واحد تلاتة في سيتا تلاتة دبل دوت، زائد السمشن بقى بتاع دي اي جي كي اللي هو دي واحد واحد في سيتا واحد دوت سيتا واحد دوت او سيتا واحد دوت سكوير، دي واحد اتنين في سيتا واحد دوت في سيتا اتنين دوت، دي اتنين واحد اتنين وهكذا لحد ما توصل للدي اللي انا اكتبها كلها كويس. احنا تشتغل بالطريقه دي يبقى لازم برضو اكتب له الصوره واكتب له ان في عندي مثلا دي واحد اتنين في ودي واحد واحد دي في اتنين واحد في اتش بتساوي اتش واحد واحد اتش واحد اتنين اتش اتنين واحد، الاتشات كلها اجيبها ازاي، السي برضو اجيبها ازاي. فمش عايز بس اكتر من انت تبقى فاهم ان كل ترم ده بتاع ايه او بيتجاب ازاي عشان اعوض بيه في المعادله. اخر حاجة اللي هو الروبوت كنترول، لان احنا المفروض في عندنا نوعين من الكنترول سواء بوزيشن كنترول او فورس كنترول. الفرق ما بينهم هما الاثنين بكل اختصار ان البوزيشن كنترول اللي هو بيبقى يهمني بس ان هو يمشي في باص معين، يمشي بحاجة معينة، ممكن ادخل تايم معايا بدل ما يكون باص كنترول يكون تراجكتوري كنترول لو دخلنا في تايم من غير اي علاقه بالفورس، ماليش انا دعوه بالفورس، مش هبص على الفورس اللي هو بتطلع من الاند افكتور او بريديوس من الاند افكتور. عندي مثلا حاجه اللي انا بس محتاج ان هي تعمل تريس او تمشي في مسار معين للاند افكتور. لكن الفورس كنترول لا، العكس، انا دلوقتي ببص على الفورس كنترول اللي انا مثلا عايز اعمل هول في حاجه، عايز اعمل اي حاجه، يعني يهمني قوي ان الحركه تكون موجوده في نفس الوقت فيها في الفورس اللي بتبقى موجوده، سواء الفورس الانرشيا اللي بتاثر على الحركه او الفورس اللي هي موجوده في الاند افكتور، لو الاند افكتور ده شايل ويت شايل اي حاجه باخد منه فورس اللي انا اتحرك بيه. دي الحاجه اللي احنا المفروض معانا. وده الحاجه الاخيره اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو الديناميك، دي الديناميك فورس اللي موجوده، لكن الستاتيك فورس اللي هي اصلا الفورس اللي بتكون موجوده في الاند افكتور، اللي هو لو مثلا شايل ويت فهيبقى في معايا اف واي مثلا، او لو شايل او بيزق حاجه ففي ممكن اف اكس واف واي، ممكن يكون في اف زد. فازاي دخل المعادلات الترمات ديت على المعادله بتاعت التورك؟ هي ترمات بتزيد على معادلات التورك الديناميك اللي احنا كنا بنحسبه، كل ده كان الديناميكس تورك اللي هو نتيجه الانرشيا ونتيجه الحركه اللي موجوده عنده. المفروض بيكون بيزيد لو هو شايل ويت، فالمفروض بتزيد التورك شويه. طب بيزيد التورك قد ايه؟ العلاقه اللي احنا عندنا اللي احنا عارفينها ان التورك بيساوي جاكوبيان تناسبوز في الفورس بتاعتنا، اللي دي الحاجه اللي احنا كنا خدناها في الجاكوبيان. بنعرف بس الكلام ده، ومش هنتقل عليكم في الحته بتاعت الماس فيها عشان الوقت والكلام ده، بس نقول تاني هو المطلوب منكم ان انتوا تبقوا عارفين المعادله. لو انا بس معايا ثلاث لينكات ازاي اعوض في المعادله كترمات اتش ودي، مش هنفك الاتش ودي، يعني انا مش عايز منك انك تقعد تضرب مصفوفات في بعض، لان دي كلها حاجات يعني نوعا ما مش يعني
سيستماتيك قوي، ما فيش فيها حاجه تتفهم. هي اي سوفت وير هيضرب لي المصفوفه، الماتريسيز هيضربها في بعض هيطلع لي الناتج، بس اللي انا بعرف اعوض ازاي. فهي دي اللي انا عايزكم تبقوا عارفينه كويس، نكتب التورك سواء دايناميك بيكون ازاي، لو حبيت ازود الاستاتيك هتزود الترم بتاع الاستاتيك ازاي، الاتش الدي اليو الحاجات دي كلها حسب لو هم 3 لينكات مثلا هيبقى في كام ترم لكل واحد، يتكتب المعادله تتكتب ازاي، سيتا 1 دوت ولا سيتا 1 دوت وسيتا 2 دوت، الكلام ده كله ازاي يتكتب معانا. وكده يبقى دي اخر حاجه في المحاضره، وشكرا جزيلا.